انا جيت وقبل كده انا بتابعك وعارف شفيع شلبي عمل ايه وتاريخ حياتك، انا اعرف اعرف كويس قوي. انا معلومه سريعه عشان ما كلامي يصدق عليه ازاي، انا صورت اكتر من 450 فيلم سينما، 35 ملي تسجيل مع جميع مخرجين السينما المصريه ومع اجانب من اكتر من 5 دول اوروبا وناس عرب والى اخره. انت ما تقولناش من هو محمود؟ لا لا مش هو، لا ما انا هقول بقى الحته بقى، ما انا بقول الكلمتين دول ليه. فكلامي اللي قلته عشان هو هيبقى واحد من اللي اتكلمت عنه، اللي اشتغلت معاهم جميع مخرجي السينما المصريه، مخرجين من المانيا وفرنسا وامريكا ودول عربيه، ويعني وعدد يعني عدد كبير جدا من الناس، والحمد لله كنت بشتغل معاهم، فانا بعرف عقليه المخرج ده ايه، ويعني كنا يعني على المستوى اللي يتفوق ممكن زيه او عليه. شفيع شلبي الوحيد في اللي ذكرتهم دول او في مصر على الـ على الـ على الـ بالتحديد، هو الوحيد اللي بنسميه الرجل الواحد الوان مان يونت، اللي عمل افلام وسجل موسوعة عظيمة لتاريخ في مصرية، ومسجل أشياء كثيرة جدا. وهو لو كان معاه ستاف فنانين، معاه بقى مساعد مخرج، ومعاه مش عارف مصور، ومعاه مسجل صوت وكل الكلام ده، ما كانش أنجز اللي هو أنجزه هو من نفسه، ولا يفوته أبدا أي مناسبة إلا ما ألاقيه هو بكاميرته وبيسجل. فشفيع الشلبي عمل شيء لم يحدث في مصر، وهو الوحيد اللي يتميز بهذه الخبرة الشخصية. ويعني احنا بعضنا بقى كنا بنقيس الأعمال بمقاييس أنا بختلف، خلاص تتغير، واللي غيرها شفيع شلبي مقاييس الفيلم التسجيلي وبداياته والإيقاع وطوله وعرضه وكلام من ده، أصبح شفيع شلبي كسر هذه القواعد وعمل أفلام بحسه هو بإيقاعه اللي يتناسب مع موضوعه. فإحنا كنا عايزين الفيلم 5 دقايق وعشر دقايق، هو بيعمله ساعة أو أكتر إلى آخره، فهو كسر القواعد وبقى له شخصية غير موجودة في مصر، هو الوحيد السباق وهو رائد شخصية الرجل الواحد، الفنان الواحد، المؤلف زي ما هو سماه مؤلف السينمائي. فشفيع شلبي وبقولها، وانا ليا رد على الكلام اللي بقوله ده، ان شاء الله هنعلن عنه وبعد ما اخذ موافقته، يعني لازم نحطه في المكانه دي ونقدره. انا رئيس جمعيه الفيلم، رئيس المهرجان سنه ومن سنه 75 حتى اليوم. المهرجان ده عمره بنحضر للمهرجان ال 43 هو للسينما الروائيه، انما ان شاء الله وهقولها هيكون من اوائل المكرمين عشان نعترف ونقول للناس ان شفيع شلبي ده مين وعمل ايه في السينما المصريه.